هاي تبكي هاي تبكي والله راي تبكي. المرأة، الحب، العطاء، السعادة. وعلاش خير 8 مارس عيد المرأة؟ ما على باليش، خلاص نحوس عليها في جوجل ونقول لكم. يعني انا صراحه ما نحتفلش به، نستنى هما يحتفلوا لي، بالك يجيبوا لي الورد، النوار، كادو، كادو غالي، وعلاش لا. اغلى كادو جاني كان مع عند وليدي، وكان يعني سان بيتي جان، جاب لي ورده وكانت غاليه على قلبي. صراحه حفل تاع الشاب يزيد جامي حضرته، بصح الا كانت فرصه وعلاش لا. ذكرى ولا حكايه يوم 8 مارس قعدت لي في راسي. لا انا والله 8 مارس يعني يوم كما سير الايام، نفرح برك كي نشوف خواتاتي الخدامات يطلهم نص نهار ونخرجوا هذاك النهار. هذا ما كان النصيحه اللي تمدها سهيله دوكا. سهيله كانت صغيره قول لها ما تبدلي والو، اقعدي كيما يعني كيما جازت حياتي، راني راضيه بها وراني فرحانه بها. لون يرمز ل 8 مارس، والله ما على بالي عنده لون 8 مارس، ما نعرفوش. شوفي راديا، عيطت لك باش نقول لك بمناسبه 8 مارس انت شخص رائع، اقعدي كيما راكي، شخص قوي، انسانه قويه، وقعدي كيما راكي ان شاء الله. يلا هاي تبكي هاي تبكي والله راهي ما تبكيش، او كونترير اقعدي قويه كيما نعرفك. يلا بسلامه. راك وشات راهي تبكي دارت حالها. نعطي نفس النصيحه اللي مدتها لاختي، اقعدي قويه، الدنيا ماشي سهله، ولكن لكل مجتهد نصيب، كي تخدمي راح تلقاي نتيجه. حنايا النساء نتاع قناه سميره تيفي نقول لكم كل عام وانتم بخير.